يا ولاد ازيكم، وحشتوني. احيانا كده بنبقى قاعدين، بابا بيبقى او ماما مشغله التلفزيون، ولاقيهم بيشغلوا نشره الاخبار، ونلاقي حد بيقول ان بكره هيبقى في مطر، او بكره درجه الحراره مرتفعه جدا، او يقولوا مثلا ان هتبقى في سحب، هتبقى في رياح. احيانا بينصحونا ان احنا ما ننزلش من البيت. يا ترى ايه اللي بيتذاع في التلفزيون دوت؟ وده بيكون ايه؟ دول بيبقى حاجة مهمة جدا جدا، ان هما بيوصفوا لنا الجو، بيوصفوا لنا الجو، ان يقولوا لنا ان الطقس، يعني ايه طقس؟ يعني بيوصفوا لنا الجو لفترة زمنية قصيرة، بيوصفوا لنا الجو لفترة زمنية قصيرة، يوم، اتنين، تلاتة. يا ترى الجو هيبقى عامل ازاي؟ يبقى الطقس هو وصف حالة الجو لفترة زمنية قصيرة، لكن المناخ وصف الجو لفترة زمنية طويلة. يعني أقول لك مثلا شهر 6 اللي جاي، شهر 6 هنصيف، فتقول لي مش معنى شهر 6، ما تيجي نصيف دلوقتي، ما تيجي نروح البحر دلوقتي. فأقول لك لا، أصلك شهر 6 أو 7 أو 8 الجو بيبقى حر، فاحنا بنبقى عايزين نهرب من الجو الحر ونروح تش 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 في المية. يبقى هنا أنا بوصف الجو لفترة زمنية طويلة، شهر، شهرين، 3، بوصف سنة كاملة بيبقى الجو فيها عامل ازاي. يبقى الطقس وصف الجو لفترة زمنية قصيرة. النهاردة الجو عامل ايه؟ بكرة، بعد بكرة الجو هيبقى عامل ايه؟ يبقى ده اسمه طقس. لكن لما اقول لك على شهور، لا، يبقى ده اسمه مناخ. يبقى الدرس بتاعنا النهاردة بيتكلمنا عن الجو. الجو يا إما بتكلم في النهاردة بكرة بعده، يبقى ده اسمه طقس، يا إما بتكلم على فترة زمنية طويلة، يبقى دوت اسمه مناخ. يبقى وصف الجو لفترة زمنية قصيرة هو طقس، وصف الجو لفترة زمنية طويلة يكون اسمه مناخ. طب إيه اللي هنستفاده لما نعرف الطقس؟ إيه اللي هنستفاده لما نعرف الطقس؟ لو أنت عارف إن بكرة الجو حر جداً 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 جداً، هتعمل إيه؟ هلبس اللبس بتاعي، القطن، ملابس قطنية، تيشيرت قطن زي التيشيرت بتاع المدرسة بتاعتنا دوت، وتبقى لابس لبس قطن، تبقى عارف ان هو مش هيحررك. طب لو عرفت ان الجو برد قوي، يبقى هلبس الكوفية بتاعتي، الصوف والجاكيت بتاعي والبروفال بتاعي الصوف، يبقى انا هعرف نوع اللبس اللي انا هلبسه. طب لما اعرف كمان ان بكرة الجو يبقى فيه سحب شديدة جدا وفيه امطار شديدة جدا، ينفع ان احنا نسافر؟ لا، لان احنا ممكن واحنا مسافرين لو المطر ده نزل وما بقيناش قادرين نشوف، ممكن تحصل حوادث. طب لما يقولوني في حاجة اسمها شبورة، يبقى الوقت دوت انعدام الرؤية، انا وانا بسوق مش هبقى شايف، فممكن تحصل حوادث. فعلشان نضمن ان احنا نسافر بالسلامة ونرجع بالسلامة، يبقى انا في الحالة ديت مش هعرف الطقس الاول، اعرف الجو عامل ايه، فنحدد اذا كنا هنسافر او لا. يبقى تاني، بما تفسر لما يجي سؤال يقولك بما تفسر ايه اهمية الطقس؟ الطقس ليه لازم اعرف الجو بتاعي النهاردة، الجو بتاعي بكرة؟ علشان لما هعرف الجو بتاعي هعرف انا هلبس ايه. قالوا ان في مطر شديد جدا، يبقى انا لازم البس الجاكت ويبقى في الزعبوط بتاعي علشان لما البسه المطر ما ينزلش عليا. يبقى تحديد نوع الملابس التي نرتديها. 2، ضمان سلامة السفر، وانا مسافر لما اعرف ان الجو مناسب ويصلح للسفر اسافر. عرفت ان في امطار او في رعود او في رياح شديدة، يبقى نأجل السفر بتاعنا. طب ايه اهمية المناخ؟ مش المناخ ده بيقول لك بيوصف لك الجو لفترة زمنية طويلة؟ يبقى ده بيساعدني ان انا اعرف ازرع اني محصول، لان في محاصيل بتحتاج درجة حرارة عالية جدا جدا، وفي محاصيل بتحتاج درجة حرارة تبقى منخفضة. فانا لما اعرف ان ال4 شهور دولت الجو بتاعهم حر، أدور إيه المحاصيل اللي بتحتاج درجة حرارة عالية، وبعد كده أشوف إيه المحاصيل اللي بتحتاج درجة حرارة منخفضة. يبقى ده أهمية الطقس وأهمية المناخ. في فصل الصيف كلنا عارفين، في فصل الصيف بتلاقوا ان الجو بيبقى شمس، ارتفاع درجة الحرارة، ومش بيبقى في مطر، فكلنا بنطلع على المصيف. طب في فصل الشتاء يا ترى الجو بيبقى عامل ازاي؟ في فصل الشتاء نلاقي ان الجو بيبقى
درجة الحرارة بتبقى معتدلة مش زي الدول التانية، وبيبقى عندنا أمطار، مش بيبقى عندنا الجو التلج اللي يخلينا نبقى محبوسين في البيت، لا الجو بيبقى معتدل مع سقوط الأمطار. طب يا ترى هما بيعرفوا إزاي درجة الحرارة؟ يعني انتوا كلكم لو بصيتوا عندكم على التليفون، لو أي حد فيكم بص على التليفون، تعالوا كده بصوا معايا، أي تليفون بتاع بابا بتاع ماما بتاعكم هتلاقوا إن بيبقى فيه أبليكيشن كده عن الطقس، عن درجات الحرارة بتاعت اليوم. يعني بصوا كده كبين إيه فوق، درجة الحرارة 21 وصان يعني مشمس، وبعد كده طول اليوم هيقول لنا درجات الحرارة تبقى عاملة إزاي، وبعد كده بيقول الأمطار شكلها تبقى عامل إزاي، وكمان الرياح. يا ترى هم عرفوا درجة الحرارة دي ازاي وايه الادوات اللي ساعدتهم؟ يعني ماما ممكن تقيس درجة الحرارة بتاعتي فتعرف. تعالوا بقى ناخد الجزء ده في الفيديو الجديد ونعرف هم ازاي بيعرفوا درجات الحرارة.